بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهاردة يعني بيشرفني ان انا احضر المؤتمر العام لاتحاد محامين قطاع البترول ولقائنا مع السيد نقيب المحامين، لان دوت بيعتبر بالنسبة لنا فخر ان احنا نجتمع معاه وان احنا نقول اذا كانت هناك سمت مشاكل او مقترحات جديدة تفيد المحامين بصفة عامة او المحامين بصفة خاصة بالنسبة لقطاع البترول. وانا شايف ان مثل هذه اللقاءات المتكررة الدورية بتؤدي الى نوع من انواع التواصل و والوقوف دايما على المشاكل ومحاولة حلها في مهدها الأول. وطبعا النقابة الحمد لله بتمر في المرحلة دي بمرحلة نضوج ومرحلة ازدهار، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. طبعا المؤتمر دوت مؤتمر حاشد خاص بمحامين قطاع البترول تحت رعاية السيد النقيب. احنا بنشرف طبعا ان احنا بنجتمع وبنلتقي بالزملاء. المؤتمر ده فرصة طبعا ان احنا نجتمع كأعضاء ادارات قانونية بقطاع البترول ونتبادل الاراء ووجهات النظر، ونأمل انه المؤتمر دوت يقرر كل فترة، ودي فرصة طيبة للتعارف والتواصل بين الزملاء بقطاع البترول. والله النهاردة كانت فرصة كويسة جدا ان احنا نلتقي بزملاء قطاع البترول. طبعا احنا شغالين في القطاع من سنين وما بنلتقيش غير يمكن في المحاكم بالصدفة، الاشغال طبعا واخدانا، لكن النهاردة المؤتمر الحاشد ده فعلا فرصة كويسة. انا التقيت بزملاء كتير، وده بيدينا فرصة احسن يعني لان احنا نبتدي من جديد، يبقى فيه تواصل، وده بيخدم القطاع بشكل كبير. يعني ده انت عارف بيبقى فيه دايما ساعات قضايا مشتركة، فاحنا بنحتاج خدمات بعض في شركات البترول المختلفة يعني. فدي كانت فرصة كويسة جدا جدا، والروح بقى ترجع تاني. يعني روح يعني انت عارف المحامين دايما في بينهم روح كده مشتركة،